السلام عليكم يا شباب طلاب هندسة مدنية ومهندسين. هنستكمل برضه شباب بقى في المحاضرة رقم 10، ومازلنا برضه بنتكلم على أول نوع من الأحمال اللي هو الكونسنتريتد لود، الحمل المركز، وده بقى الإكسرسايز أو الإكزامبو نمبر 3. وهنا بقى عندي في إكزامبو، أنا عندي بيم بيأثر عليه قوتين كما بالشكل أهو يا شباب. أهو عندي هنا في لود 6 كيلو نيوتن ولود تاني 12 كيلو نيوتن، وآدي طول البيم كله كام؟ 6 متر. مع ملاحظة بقى زي ما قلنا في الفيديو اللي فات واللي قبل منه، إن الحمل نفسه الأول كان بيقسم البيم إلى جزئين لما يكون عندي حمل وحيد. هنا عندي بقى 2 لود، هيقسم بقى عندي يا شباب البيم لـ3 أجزاء. لو قلنا ده الـ A ودي الـ B، هنقول دي مثلا دي نقطة C وهنا النقطة D. فعندي تاني اقسم لي كده يا شباب الحملين دولت الى البي من 3 اجزاء، الجزء من ال سي وجزء تاني سيجمنت من سي ال دي، والسيجمنت التالتة من الدي ال بي. وبرضه زي ما وعدتكم برضه في الفيديو اللي فات، قلنا بقى لما نيجي نحل امثله تانية بقى مش هقعد بقى هعمل ان هو طبعا ايه قبل اللود وبعده. كنا بنعمل ايه يا شباب؟ تمام، حد كان بيعمل ايه؟ بنعمل شير ونقطع ونشوف نعمل حاجة اسمها البادي أو الفري بادي دايجرام، وكنا طبعا بنشوف الفورس المؤثرة ومنها بنجيب بينا شباب ساعتها من نحسب الشير كمعادلات برسومات. فأنا في الحالة دي بقى هبتدي نشتغل برضه هنا بقى هيبقى قبل وبعد. فطبعا بقى الحاجات دي احنا طلبنا عليها في كذا مثال، فاحنا بقى ان شاء الله النهارده ايه زي ما وعدتكم هنشتغل ايه مباشر، بان انا مجرد بس هجيب الاكشن فورس وابتدي اشتغل. هنا برضه عند الفورس ديت 12 ديت هيبقى قبل وبعد ده برضه، وهكذا. وفي الاخر بدل ما اقعد نرسم بقى واجيب المعادله في كل حاله، في حاله الشير معادله الشير ومعادله طبعا بتاعت البند المومنت داله في اكس وكده، فهنحاول النهارده ايه نجيب بس مجرد الاكشن فورسز عند السبورت ايه يبقى في عندنا ايه. تمام، عشان دوت طبعا ده من نوع البين تايب. هنا يبقى الار ايه في اتجاه الواي، وطبعا هنا في اتجاه برضه الاكس، فطبعا ده ايه بيبقى بزيرو على اساس ما عنديش تاني هنا فورسز في اتجاه الاكس برضه. وهجيب برضه هنا ايه الاكشن فورس عند السبورت بي اللي هو يبقى ار بي. وزي ما قلنا شباب مين برضه هنا الار بي دايما ايه فيرتيكال لفوق في اتجاه الواي بوزيتيف، مفيش عندي اتجاه الاكس يعني. طب زي ما عودتكم بقى في البدايه بقى ايه بنطبق التلات حاجات دولت اللي هما ايه الكونديشنز بتاعت ايه بقى ايه الاكوليبريم اللي هي شروط الاتزان. اول حاجه عندي سيجما اكس بتساوي زيرو، فهنا الار ايه بقى قلنا هتساوي كام؟ الار ايه في اتجاه الاكس بتساوي لنا شباب مين؟ زيرو. ليه؟ عشان ما عنديش فورسز ثانيه في اتجاه محور مين؟ الاكس اكسس. يبقى ناخد اول حاجه بقى او الحاجه اللي بعد منها بقى، يبقى كده خلاص خلصناها ديت. تيجي بقى لسيجما واي الكونديشن التاني بيساوي بينا شباب زيرو، وطبعا زي ما احنا عارفين اتجاه ايه الاب والداون كده بوزيتيف واي، والتحت فين او الداون نيجاتيف واي. طب عندي مين هنا بقى شباب؟ عندي الار اي بوزيتيف يبقى الار اي، وعندي برضه الرياكشن عند البي بوزيتيف اهو يبقى ار بي. وعندي الست هنا بقى ايه ده؟ ايه ده داون يبقى ماينس 6. وعندي هنا 12 برضه فين؟ داون هيت في اتجاه الواي نيجاتيف تبقى ماينس 12 تساوي كام؟ زيرو. وطبعا دي ممكن ايه نكونها معادله كم واحد بقى مجموع الاثنين فورسز الرياكشن فورس الار اي والار بي بلس الار بي هيساوي كام بقى؟ دول طبعا يطلعوا الناحيه الثانيه ايه بيشاور عكسهم، يبقى كام؟ 18 كيلو نيوتن. وزي ما قلنا بقى لما نضرب بقى في 100 تبقى كام بالطن، ودي تبقى كوشن كام؟ نمبر 1. وطبعا بقى ايه في العلم علم الماس بقى يا شباب، انا عندي مجهولين الار اي والار بي لازم اكون معادلتين. ادي اول معادله جبناها هي من مين بقى؟ من الكونديشن بتاعت مين؟ السيجما واي بيساوي زيرو.
طيب هنيجي بقى نطبق كونديشن تاني، وتعالوا بقى نجيب لون تاني اللي هو مين بقى يا شباب؟ ده خلاص خلصناه. هجيب منه بقى السيجما مومنت ات، خد بقى ايه او بي مش هتفرق عند النقطة مين ايه بيساوي مين يا شباب؟ زيرو. وهنا طبعا المومنت هنا ايه؟ ضد عقارب الساعة شباب، بوستف ده المومنت. طبعا بما ان بقى الاكشن طبعا باخد مومنت ليه؟ العزوم عند النقطة ليه؟ عشان طبعا ايه اقدر اكنسل واحدة من الاتنين الاكشن دولت، فلما باخد عند الايه فطبعا عارفين ان الايه هنا المومنت بتاعي بيساوي زيرو. ليه؟ عشان مفيش زراعة عزم هنا، يعني بيبقى بنفس النقطة بزيرو، مفيش هنا ايه بقى بتاع دوت صراع العزم، مفيش عندي هنا يا شباب لينس. فأول حاجة هتعملني مين بقى؟ الستة ديت. الستة بدل ما أنا بقى اتجاه فين؟ ده ضد عقارب الساعة، قصدي مع عقارب الساعة هتبقى نيجاتيف. أقول بقى نيجاتيف وأقول الفورس في الديستانس. الديستانس كام يا شباب؟ حد يقول 2 متر، أحطها دي بين قوسين. طيب في حاجة بعد ما مفيش لحد ما نيجي عند 12، 12 بضغط فين مع عقارب الساعة بقى نيجاتيف، أو نيجاتيف كام؟ 12. وأضربها في الديستنس بقى، أحط الديستنس كام بقى بين قوسين؟ ده من عند ال 12 لحد ال إيه، أنا بجيب عند ال إيه يا شباب ما تنسوش أهو، أنا بجيب عند ال إيه النقطة إيه، هيبقى كام؟ في 4. يبقى أحط ال 4 دي يا شباب مين؟ بين قوسين. في حاجة بعد 12 مفيش لحد مين بقى؟ نيجي عند سبورت بي اللي هو الاكشن بي الار ايه. طب الار بي هيلف فين؟ ده ايه ضد عقارب الساعه، اهو تبقى بوستيف، اهو تبقى بوستيف. الفورس برضه هنتبقى الاول اللي هي الاكشن ار بي، ونحط بقى الديستنس بين قوسين بتوين تو براكت اللي هو بقى من عند البي لحد الايه كام بقى؟ 2 و2 متر، و2 متر يبقى 6 متر. وكل ده شاب مين بقى هيساوي مين؟ زيرو. وممكن هنا بقى ايه اقدر طبعا ايه بقى شاب اقسم بقى المعدل على كام؟ على 6، فكنسل 6 مع 6 هنا بقى 2، وهنا بقى ايه بقى فعل 1. يبقى هنا الار بي هنا على طول بقى هسيبها زي ما هي، عشان طبعا ايه يا شباب شرط موجب هتساوي هنا طبعا هنا ايه بقى في عندنا سالب 2، سالب 1 في 2 سالب 2، وهنا كام؟ سالب 2 في 4 بسالب 8، وسالب 2 بسالب 10، تروح الناحية التانية بإيه؟ بموجب 10، تطلع لنا في النهاية كام؟ 10. ما ننساش يا شباب بقى الوحدة ايه بقى الميجر يونت كيلو نيوتن، أو لو وضع في 100 عشان حوالي بالطن. يبقى كده جبت مين يا شباب؟ الأر بي ب10. وطبعا كان في المعادلة الأولانية كان عندي مجموعة بكام؟ ب18. يبقى كده ممكن أجيب بقى الـ R A بيساوي كام؟ تطلع ب8. أقول بقى ومنها هنا بقى يا شباب إن الـ R A هتساوي كام يا شباب؟ 8، نفس الوحدة القياس كيلو نيوتن. يبقى كده جبت مين يا شباب؟ الـ Reaction Forces عند التو سبورتس الـ A والـ B. من هنا بقى نبتدي بقى يا شباب نرسم بقى الشير فورس بقى بدون ما نكون معادلات زي ما قلنا بقى في المحاضرة اللي فاتت. أنا عندي هنا الـ R A بكام؟ ب8، واتجاه بوصف يبقى أطلع فوق انهوت، وليكن دي عندي مين يا شباب النقطة كام؟ ال8 كيلو نيوتن، ده الـ R A. طب هل في حاجة بقى عند اللود هنا تاني؟ من عندي بقى الرياكشن السبورت ايه هفضل ماشي لحد فين؟ حد الستة بس، مفيش حاجة في سكتي، هفضل كده ايه بقى كونتينيوس ثابت اهو لحد فين؟ لحد النقطة سي. يعني ممكن نقول هنا بقى شباب ديت النقطة ايه هيت، وادي السي، وادي الدي، وادي النقطة بي. طب تعالى يا شباب برضه بقى يعني نطلع دي شوية كده،
نخليها هنا أعلى شوية كده، هي التمانية اهي. طيب قلنا بقى هيفضل ايه بقى، مفيش عندي حمل ثابت يعملني في السكة، هفضل ماشي لحد النقطة سي. طيب جيت بقى في عندي ايه، عند نقطة سي في ستة بس لتحت، فهنزل ستة. يعني انا كنت واقف عند تمانية، منزل منها ستة، هقف عند مين؟ تمام، برافو عليك، هقف عند مين؟ عند النقطة اتنين. بس ما زالت دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، عشان كده فين بقى الاتنين فوق محور ايه الاكس اكسس. طب انا عندي السي دي في حاجه في سكتي بقى قبلاني، مفيش لود تاني، افضل ماشي ثابت لحد مين؟ النقطه دي. يبقى ده اول نقطه عندي اهيت، النقطه ايه، وادي النقطه سي ب2، الشيل عندها ب2، وادي النقطه دي. النقطه دي بقى تعالى بقى هنجيب الشيل عندها بكام؟ جينا عند النقطه دي، هنا اللود كام؟ 12 بس لتحت. طب انا بقى لما انزل من هنا بقى من عند الاتنين وانزل، ده انا هقف تحت فين؟ ده حد يقول لي بقى ده انا هقف عند العشرة سالب هنا كده، تمام، وليكن النقطة دي تبقى دي بقى يا شباب 10 بس بالنيجاتيف بقى. فانا كنت هنزل من النقطة ايه، النقطة ديت لحد 12، فانا معدي عليه، عديت على ايه، على 2، فهنشيل 2 من 12 بقى 10 بس في اتجاه السالب. اجي امشي هنا برضه كده هتعبني القوة في سكته، وانا ماشي رايح عند من الدي ال بي، مفيش، افضل ماشي لحد ما يقابلني مين بقى ايه، الاكشن فورس اهوت عند البي، افضل ماشي يا شباب ثابت ثابت لحد النقطه دي. خد بالك احنا بنبدا بمين، بالنقطه ايه عندها بزيرو اهو، لازم انتهي بزيرو. طب انتهي بزيرو ازاي عند بي؟ ما انا هطلع بقى عند المين، الار بي اهوت ب10 بوست، فبقى هطلع كده اهوت، يبقى في النهايه ايه بقى، تعالوا هنا، يبقى انا في النهايه ايه، بدات بزيرو مع صوت، نمسحه ده ونعمله خط عدل. بدات يا شباب مين؟ بزيرو، ونهيت من يا شباب بزيرو. تعالوا بقى نعلم بقى على ايه، على الشكل بتاعنا، هو ده هو ده يا شباب مين، الشير فورس دياجرام. يبقى انت بقى تعالوا نجيب هنا بقى لون تاني. يبقى انت مشيت من ايه، من عند الايه ب8، وبعدين مشيت من 8 لحد النقطه سي في اتجاه دوت، وبعدين نزلت كمان 2، وبعدين مشيت افقي 2 لحد النقطه دي، وبعدين نزلت من ايه، من الدي لحد ال10، طبعا هنا تبقى بالسالب، وبعدين في الشيت برضه ايه ثابت لحد النقطه ايه البي، وطلعت في النهايه ب10، وانت نزلت ب10 من المحور للسينات، وطلعت ب10 يعني وقفت اكنك بزيرو. ودي يا شباب اللي كانوا عليها زمان في دراستنا في الاستاتيكا والديناميكا، الازاحه. فانت كده نزلت ب10 وطلعت ب10 ما توصلش زيرو تاني. ده كده يا شباب ده بقى نفس بين الشير فورس دياجرام بقى بدون ما اكون معادلات. يبقى انت مجرد بس تعرف الاكشن فورسز اللي هي الثمانيه هيت عند الاي وعند البي اللي هي ب10، يضلنا يا شباب بين نفس بين الشير فورس دياجرام. لاحظ معايا يا شباب هنا ايه بقى، ان هي الاحمال اللي هي بقى عندي هنا الاكشن فورس دوت دوت 8 دي نقطه، والسته دي برضه يعتبر بالنسبه لي نقطه، وبالتالي هنا بقى الشير هنا طلع معايا كام يا شباب؟ زي ما احنا شايفين اهوت دوت، ده خط مستقيم، قصدي داله ثابته، ما هو خط مستقيم بس يبقى ايه الميل بتاعه بزيرو، يعني داله ثابته. يعني عاوزين نقول يا شباب بقى ان دي يا شباب داله ثابته. انا بس عاوز اوصل دي معلومه، وكان ايه هنتكلم عنها رياضيا بقى عشان تفهمها برضه، ايه داله ثابته. لكن الحمل هنا عند مين؟ داله صفريه، نعتبر يا شباب مين اللود هنا من الدرجه معادله من الدرجه الصفريه، وهنا برضه ده معادله من الدرجه الصفريه، وبالتالي هنا بقى الشير ايه بقى داله ثابته. وخد بالك بقى انت عارف تفاضل الداله الثابته بزيرو، وتكامل ايه بقى الثابت، التكامل زيرو بثابت. تعالوا هنا نفس الشيء برضه يا شباب، دي مين داله ثابته، عشان ما نجيب بقى ايه بقى نقولات المعادله بتاعتنا من الجرام من بقى ايه من الميل والداله الاصليه.
طب تعالوا بقى من الشيف بقى هبتدي بيه يا شباب، هرسم البندل مومنت دياجرام. احنا قلنا برضه في المحاضرة اللي فاتت ان البندل مومنت دياجرام هو تكامل الشير، فادي الشير عندي هنا يا شباب بين دالة ثابتة، والتكامل هو المساحة تحت المنحنى. يعني عاوز اجيب دلوقتي بقى يا شباب المومنت في جزء من ال سي، يعني اخد المساحة دي يا شباب، شايفين المساحة ديت اللي هي فيه بقى من الجزء ال سي، حد يقول ده هو شكله مستطيل طوله 8 اللي هي في اتجاه الواي ده، طب وعرضه ال 2 متر دي، يبقى ده كام يا شباب؟ 16 يبقى 2 في 8 ب 16 وبوصف موجب، عشان فين؟ فوق المحور السينات اهو ده موجب، واسفل محور السينات ده سالب، يبقى المساحة اهوت هو التكامل. فهتلاقي في 8 بكام؟ ب 16، يعني ممكن نقول النقطة دي يا شباب معانا كام؟ النقطة دي 16. بس هنا بقى خد بالك دوت ايه بقى؟ دوت او واحد تبقى ايه؟ حزوم، يبقى متر كيلو نيوتن او متر طن. اوصل بقى ايه يا شباب؟ من عند الزيرو بقى هي تقوم عند النقطة ايه؟ لحد النقطة ايه؟ ديت سي ديت ايه بقى سوري؟ تعالوا بقى ايه نجيب احسن لون تاني ونكتب ونرسم بيه بقى ايه الشكل المومنت عشان يبقى واضح شوية. تعالوا نجيب بقى لون ايه بقى كده. هنا يا شباب بقى تبقى النقطة دي عندي كام؟ لا شكلها برضو مش مقربة ليه اللون الأصفر ده. ادي يا شباب النقطة من دي 16 اهيت، خد بالك هنا ايه بقى هنا المومنت دوت علاقة خطية والخط مستقيم، وبالتالي هنا هتلاقي بقى هنا الدرجة بتاعت اللي كانت دي ثابتة زادت ايه الأس بواحد. طيب تعالى بقى في الجزء بقى ايه من هنا، قلنا هنا دايما ايه لسي لسي، عاوز بقى من سي لدي. تعالوا بقى نجيب برضه ايه بقى يا شباب المساحة تحت المنحنى بقى، ما قلنا دلوقتي المومنت هو ايه تفاضل الشير، الشير ده من سي لدي هاخد المساحة دي يا شباب اللي هي عنده الطول كام؟ 2 متر، فالعرض برضه 2 متر طبعا دوت مستطيل، يعني مربع بقى، بس هو الشكل عندي ان هو طالع مستطيل، فالمساحة دي كام؟ مربعة 2 في 2 ب 4، 4 زائد 16 بكام؟ ب 20، يعني هدي نقطة هنا كمان هي أعلى شوية، يبقى دي نقطة مين يا شباب؟ ديت 20 برضه إيه وحدة عزم متر كيلو إيه نيوتن. أكيد حد يقول لي بقى طب بدأت بزيرو هنتهي برضه بزيرو في الجزء بقى من الدي للبي، يعني أنت هتوصل كده ماشي، هتوصل كده من عند بقى ال20 وتنزل كده فين لحد النقطة بي. هنلاحظ هنا يا شباب أقصى مومنت هنا فين؟ عند ال20 اهيت، عند النقطة من الدي، وزي ما شايفين كده يا شباب كل المومنت فين؟ فوق المحور ايه الاكس اكسس، يعني كده بوستف. حد يقول لي بوستف يعني ايه بقى؟ يعني هيعمل ايه في الكاميرا ايه؟ هيعمل لي ساجن، هيعمل يا شباب مين؟ ساجن بالمنظر ده كده بقى. تعالوا بقى نجيب لون بقى تالت، هنجيب ده او نجيب اللون ده بقى الايه الابيض ده، خد بالك بقى عند النقطه مين؟ على النقطه دي اعلى نقطه عندي اهي، دي اللي ايه الماكسيمم بند مومنت، فهاجي اعمل كده بقى وكده، دي عندها مين يا شباب؟ فكده ايه الصراحه بقى ايه بقى ايه الحمل البند مومنت كده هيبان للقمر بالمنظر ده كده، يبقى انا محتاج ان انا يا شباب مين احط تسليح تمام في الاسفل بالمنظر ده كده بقى ايه تحت، عشان اسلح تحت هنا على اساس مين اقدر مين اعالج البند مومنت ده اللي عندها ايه اقصى قيمه عندي ب 20 متر كيلو نيوتن، فده اسمه بقى نقول ده بقى قبل كده عليه ده الساجن اللي هو التضخيم، والمنظر فعلا كده يطلع لك كمان كده، والاحمال دي موجوده عندي
فلو عاوز اعالج المشكله دي بقى احط فين؟ احط حديد تحت سفلي بالمنظر ده كده، واحطه طبعا ايه في اتجاه قصير من الكاميرا. طب تعالوا بقى ايه نتكلم بقى ايه بالتفصيل شويه كده بقى عن المعادله بتاعتنا بقى. اول حاجه قلنا شهادة ديت المعادله بتاعتها ايه دي بقى؟ دي معادله خط مستقيم بيمر بنقطه الاصل. فاحنا عارفين ان معادله بخط مستقيم هي ام اكس زائد مين السي اللي هو الجزء المقطوع محور مين الصادات. فده عندي هنا يا باشا هاب بزيرو، يبقى بيساوي في الحاله دي بقى الواي هنا ام اكس. انت عاوز تقول بقى المومنت هنا كدالة في اكس في الجزء بقى من ال A لل C، يعني ال X بكام بقى؟ في ال X هنا أكبر من أو تساوي زيرو، أقل من أو تساوي الاتنين. العلاقة إيه بقى يا شباب؟ تمام، M X هي نفس الصورة M فين؟ ال M في ال X. مين ال M هنا؟ ده الميل. الميل زي ما إحنا شباب فاكرين قلنا بقى إيه، ارجعوا كده للمحاضرة برضه بتاع اللي إحنا قلناها قبل كده في مفهوم الايه الميل والخط المستقيم. في عندي فيديوهين بالمنظر ده بتكلم عنهم. فهنا عندك بقى ايه الميل، طبعا قلنا ايه هو دلتا واي دلتا اكس. دلتا واي مين؟ من 16 ناقص 0 ب 16 على 2 يعني ب 8، يعني هي 8 مين يا شباب؟ 8 اكس. ودي بقى تبقى سميها ايه المومنت رقم واحد كعلاقه فينا يا شباب في اكس، سو دي اكس بقى. تمام، تعالوا نكتبها دي بقى هنا ايه الاكس نوت وهنا بقى ايه بشرط بقى الاكس يا شباب مين؟ من زيرو لحد اتنين. فعند الاكس بزيرو 8 في زيرو بزيرو النقطة دي اللي عند ايه. طب حد يقول لي بقى انا عاوز اجيب عند ايه بعد بعد متر من السبورت ايه عوض بقى اجيب النقطة دي، يبقى عند الاكس بواحد، واحد في 8 ب 8. طب عندي السي ده ب 2 متر اهي، احنا قلنا بقى بين الاي والسي 2 متر، هنا 2 متر برضه مسافه، هنا برضه الديستال بين ديت 2 متر، فهتم 8 ب 16 اديك النقطه دي. طب حد يقول لي بقى الشير بقى كان عنده بكام؟ تعالى بقى نجيب الشير هنا. اه ده قال لي داله ثابته، ايه داله ثابته؟ يعني هنا بقى هنقول ان الداله ثابته يعني ما عنديش ميل، يعني الميل ده بزيرو، يبقى يساوي سي بس، يبقى الواي بتساوي زيرو بس يا شباب عشان ما عنديش الميل. ان الميل الافقي يعني ايه دلتا واي على دلتا اكس بزيرو، يعني دلتا واي بزيرو اصلا، يبقى هنا يساوي سي. يبقى الشير هنا بقى في الحاله دي بقى هسيب بقى الشير رقم واحد دالة في اكس بيساوي مين؟ الثابت بتاعنا اللي هو الثابت هنا مين؟ التمانية. وتعالوا بقى يا شباب نقول بقى ايه في الجزء بقى، الجزء من ال سي اللي هو عندها ايه بقى ايه ان الاكس اكبر من او تساوي زيرو، اقل من او تساوي الاتنين، الفي واحد اوف اكس تمام داله ثابته اللي هي واي بتساوي سي بس، هنا تساوي 8. طب قلنا بقى المومنت، ايوه ما حد دلوقتي بيقول المومنت هو تكامل الشير كامل دي بقى، يعني دي اساب كما شباب دي كما لو كان مضروب في اكس اس زيرو عشان اكس زيرو بواحد. فهنا بقى التكامل بتاع المومنت اللي هو بتاع الشير هنزود اس واحد بس على اس جديد بقت مين؟ 8 اكس. وفعلا دي يا شباب مين المعادله بتاعت مين؟ بتاعت المومنت. ودي في ايه؟ في الجزء برضه من ال سي، فاكتب عليه المومنت رقم واحد. تعالوا بقى نرجع نشوف المومنت في الجزء مين التاني من الايه من السي للدي اللي هو ده يا شباب، عاوز اجيب المعادله بتاعته بنفس الشيء برضه. هطبق مين بقى معادله الخط المستقيم الواي بتساوي ام اكس زائد سي. هنا في عندي سي، اه فين بقى السي بتاعتنا يا شباب؟ اه انا هاخد بقى عند الايه عند عند جزء سي ودي. فعندي هنا السي مين بقى؟ بدأ بمين يا شباب؟ بدأ ب 16، يبقى دي سي بكام؟ ب 16.
هو هجيب الميل ازاي؟ اما انا هعمل كده بقى شهاب اهو، هو ده مثلث، ديت مين؟ ديت الدلتا واي اللي هي فرق العشرين من الستاشر، ودي مين؟ دلتا اكس من عند الميل، قلنا بقى بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. ارجع سمعت الفيديو دوت موجود على القناة عندي، اتفرجوا عليه يا شباب وحاول تفهموه كويس جدا جدا، ده بيساعدك في حل التمارين وازاي ترسم ايه او تخول المعادلات وتجيب الميل وكده. طيب هنا هيبقى الميل بقى اللي هو الام ده بكام؟ اه ده 20 ناقص 16 ب 4، والدلتا اكس ب 2 يبقى ب 2، يبقى هنا الميل ب 2، اه ب 2 هنا، وموجب اه موجب عشان الزاويه ايه منفرق حد اهي. يبقى عندي هنا بقى في الحاله دي يا شباب المومنت هيساوي كام؟ تعالوا بقى نكتبها تحت. في الجزء ده يا شباب مين بقى هيبقى السي الى الدي، برضو الاكس برضو محصورة منين؟ اكبر من او بتساوي زيرو، عشان ده تقولنا يا شباب ان القوة نفسها بتقسم البيم الى ايه اجزاء، وكل جزء مستقل عن التاني الى 2 متر. قلنا بقى هيبقى ايه بقى؟ هتبقى فيه عندنا في اتنين اوف اكس بتساوي، تعالوا نجرب المرة بقى، ده الشيء اهو شباب اهو. هنا بقى عند مين؟ عند اتنين ثابت اهو، ثابت عند الاتنين يعني بوظت في اتنين، وثابتة ليه؟ عشان كان اصلا اللود عندي كان زيرو، وتكامل الزيرو بثابت والعكس تفاضل ايه الثابت بزيرو. لما نرجع نقول يا شباب بقى ايه بوزيتيف 2 هنا بقى، بس دي داله ثابته. طب المومنت بقى عندها بقى اوف اكس، اه احنا قلنا دلوقتي يا شباب هتبقى عندي السي اللي هو الجزء مقطوع محور مين الصداب قلنا ب 16، وقلنا الميل بقى قلنا دلتا واي بكام؟ 20 ناقص 16 ب 4 على دلتا اكس ب 2، دي يبقى كام؟ ب 2 زائد 2 اكس. فدي معادله المومنت في الجزء من السين دي، تمام يا شباب؟ هو دي معادله مين؟ 2 اكس. طب تعالى نطبق بقى، لما يكون اكس ب 0 المومنت كام؟ ب 16. والفعل اهي، تعالى نرجع بقى للمعادله. اه يا شباب عند النقطه دي، عند النقطه دي ب 0، الاكس ب 0 ب 16 اهي. طب وعند الاثنين، اثنين في اكس ب 2 ب 4 ب 16 ب 20. طب عاوز بقى اجيب عند النقطه دي بقى، يعني بعد مين؟ بعد السي بمسافه متر، عاوز اجيب النقطه دي، اه يعني اعوض عن الاكس بواحد بقى في المعادله. يبقى 16 زائد اكس واحد في 2 ب 2 يبقى 16 ب 18، يبقى النقطه دي احداثها 18. اه بجيب الواي بتاعتها مين يا شباب؟ 18. تعالوا بقى نجيب ايه بقى الجزء الاخير، وتعالوا نجيب المرة كمان لون أخير بقى إن شاء الله. فالجزء مين بقى؟ اه ده من الدي للبي السيجمنت، دي برضه ايه بقى في الفترة برضه هنا، تمام؟ اكس اكبر من او تساوي زيرو، واقل من اساوي مين يا شباب؟ الاتنين. الفي بقى 3 هنا بقى في الجزء التالت معلته، اه ده حد يقول لي برضه كان ايه؟ كان ثابتة بس كان سالب 10، صح؟ سالب كام يا شباب؟ 10. ونشوف بقى ايه معادلة مين؟ البند مومنت في الجزء بقى من التالت بالنسبه لنا. او حد يقول ايه؟ يقول ده بدأ من ايه؟ ده بدأ من جزء مين؟ بدأ من ايه يا شباب؟ من جزء مقطوع محور الصادات بالنقطه كام؟ 20 دي. يبقى عندي هنا بقى ايه في المعادله بتاعتنا يا شباب ايه؟ هنا السي بكام بقى في الحالة ديت؟ اه اللي هي ب 20 عندي.
طب والام هنا بقى اللي هو الميل، قلنا برضه الميل دلتا واي دي كلها على بعضها على دلتا اكس، فدي كام يا شباب هنا؟ طبعا هقول بقى ايه دوت ناقص ده، فهيطلع لي كام؟ 20 ناقص 0 ب 20. لكن لما اقول بقى بالنقطه دي ناقص ديت اقول سالب 2، لان اقول بقى ايه 0 سالب 2 سالب 2، فهيطلع عندي هنا يا شباب مين؟ اللي هنا ايه البندن او الميل هنا سالب كام؟ 10. يبقى عندي هنا الميل هنا في الحاله ديت سالب 10. طب عشان اتاكد منها تاني برضه، مش هقول دلوقتي يا شباب ان الشيء هنا بكام؟ بسالب 10. طب كامله بقى يعني اعتبر دي بقى اكس اس 0، قلنا في التكامل من ايه بنزود الاس 1، فالزيرو زائد 1 بكام؟ بواحد، واسمع اس كبيره بواحد، يعني يطلع في النهايه كام؟ سالب تمام 10 اكس. ما تنساش بقى جزء مكتوب محو الصادات اللي هو كان كامل 20، هو كان كام يا شباب؟ قيمته موجب زائد كام؟ 20. ادي يا شباب مين المعادلة بتاعة الشير سالب 10 اكس سالب 10 او في اكس اس 0 على اساس دي زاوية ثابتة. وهنا بقى البند مومنت كام يا شباب؟ 20 زائد مين او سالب 10 اكس، فده الميل عنده اهو. هنا بقى يا شباب مين؟ هو يبقى هنا الام بيساوي كام؟ 10. لكن الاكس يا شباب مين؟ سالبة، عشان الميل هنا سالب. طب تعالى بقى عند اكس بزيرو، زيرو يبقى دي كلها زيرو ب 20، وفعلا طب عندي ايه بقى النقطة فين؟ ب 20. طب عند اكس باتنين، يبقى اكس باتنين في سالب 10 سالب 20 و20 تطلع بزيرو، وقلنا في الاخر يا شباب بننتهي عشان تتأكد من حالك، يبقى لازم ايه تبدأ بالمومنت بزيرو وتنتهي عند المومنت كمان بزيرو. طب انا عاوز بقى بعد ايه بقى بعد النقطة الدي دي بمسافة متر، فعوض عن اكس كده يا شباب مين؟ لما تكون بتساوي 1 متر، يبقى 1 في سالب 10 بسالب 10 من 20 تبقى ب 10. يعني انت في النهاية بقى ايه بعد الدي بمتر كده بالظبط هنا اطلع شاب مين دي كام؟ ب 10. كده يا شباب يكون وصلنا لنهاية الفيديو. بس تعالوا بقى يا شباب نفكركم حكاية بقى ان لما يكون عندي بقى ايه ان الشير معادلة صفرية او من الدرجة الصفرية او اللود معادلة من الدرجة الصفرية، الشير هيزيد عليه 1، المومنت هيزيد على الشير بواحد. يا شباب انا عندي بقى الجدول ده بقى، بصوا عليه كده معايا لو سمحتوا بقى وركزوا فيه شوية. انا عندي اللود اهوت المعادلة بتاعته من الدرجة مثلا الزيرو، دي درجة ايه؟ زيرو ديجري. الشير هو تكامل مين؟ الشير تكامل اللود، يعني ده تكامل اللود اهو، يعني بزود ده اس 1 بتعلم ايه معادله من الدرجه الاولى الفيرست ديجري. طب المومنت برضه هو تكامل الشير، يبقى هيزود الاس 1 برضه، يبقى معادله من الدرجه الثانيه اللي احنا بنقول عليها شباب برابله. طب لو كان عندك اللود بقى معادله من الدرجه الاولى الفيرست ديجري، يبقى اكيد الشير تكامله هيزود الاس بواحد ومعادله من الدرجه الثانيه السكند ديجري. طب لما بقى ايه المومنت لما يكون عندك انت ايه بقى ان ال الشير بقى معادله من الدرجه الثانيه، يبقى ايه؟ يبقى المومنت تكامله هي معادله من الدرجه الثالثه بقى الثيرد ديجري، يعني ايه يا شباب؟ كيوبيك فانكشن، داله تكعيبيه، وهكذا. طبعا لو عندك هنا برضه اللود هنا بقى ايه برضه معادله من الدرجه الثانيه السكند اوردر، يبقى اكيد الشير تكامله هنزود ايه بس 6 ديجري، داله تكعيبيه، والمومنت هنا هيبقى ايه هنزود ده اس 1 يبقى ايه بقى ايه تبقى ايه معادله من الدرجه الفورث ديجري، معادله يبقى ايه من الدرجه الرابعه، وهكذا يا شباب. طبعا احنا في الغالب بيبقى اخرنا لحد فين؟ هو ليه الاتنين كولوم دولت، يعني سواء في اللود وفي الشير ومين والبند مومنت. وطبعا انت كده يا شباب مين وانت نازل الهواء بالكامل، لو انت بقى جاي بقى من عند المومنت بقى وطالع الفاضل هنا بقى ايه بقى التفاضل.
الديفرنشال بقى، لكن وانت نازل بتعمل نيه شبابين، دي علامة التكامل انتجريتد. لو حب لو انتوا شباب بقى، سواء كنت طالب دلوقتي في هندسة قسم مدني، أو أنت متخرج برضه حديث تخرج يعني، وقدرت بقى تفهم الجدول ده كده كده وتفهمه مظبوط جدا يا شباب، يبقى أنت كده أعتبر إيه بقى إيه، قدرت تفهم معنى الشير والبندلمومو داجرام. وهو ده يا شباب اللي أنا قصدته عليه كمهندس كهرباء، إن إحنا بناخد الحاجات دي بمجرد هي تطبيقات على علم الماث. فأتمنى بقى يكون الفيديو بقى إيه يعني ينال إعجابكم. وأنت بقى إذا كنت أول مرة تشاهد القناة، فما تنساش بقى الاشتراك بالقناة والإعجاب والشير لكل أصدقائك حتى تعم الاستفادة. ودمتم يا شباب في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.